انتشر خبر على السوشيال ميديا أو فيديو تداولته الكثير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لقطة تعيش برفاهية يتمناها أي إنسان، أو يتمنى أنه يعيش ربع هاي المعيشة. بأحد الدول الأجنبية نشوف هاي القطة وهي تشاهد تلفزيون وتشرب عصيرها حتى اللي تحبه، وحتى أنه تسوي جلسات مساج للراحة، إضافة إلى أنه أغلى الألبسة من البراندات العالمية تلبسها. مع أنه هذا المقطع هو انتشر حتى يبعث فينا، يعني لما انتشر بعث فينا التساؤل أنه معقولة هذا البزخ الزائد عن الحد ممكن الناس تحتاجه، يعني ناس ما ملاقية عيشة بسيطة إلها. بس هو انتشر بشكل كوميدي، بس إحنا خلونا نتابعه ونرجع لكم. We put the good in.